ابتكاري مدخل لتشخيص أمراض كتيرة، ابتكار مهم لكل الناس ولصحة الناس. نجا من الجلطة، ولكن سيبقى تحت المراقبة 14 يوماً. قد تتجدد الجلطة في أي لحظة. حياته في خطر ويحتاج إلى أشعة مقطعية كل يومين. الأمر سهل لو كان لوحده، لكن هناك أكثر من مريض. حياته تعتمد على فحوصات دورية وتشخيص سريع لحالته. هل وضعي خطير جدا؟ هل بقي لي أمل بالخروج من هذه المحنة؟ ما زلت شابا ولا أريد أن أفارق عائلتي. القلق يقتلني من عدم كشف مبكر لجلطة قد تكون الأخيرة. حالة مثل هذه تستوجب متابعة مستمرة. وليد ابتكر جهازا محمولا يكشف إمكانية حدوث جلطة. يوضع الجهاز على العيون، فالشبكية تشبه تكوين الدماغ بتشعب الخلايا والأوردة الدموية. التحليل الذكي ينذر بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المريض. مع جهاز وليد، عين ساهرة لتعاف آمن. وليد المستشار وقت الصعاب. أنا حاسس حالي في اللاب المستشار الرسمي للي موجودين هناك. وزع نصائحه على الجميع. ما عم يقرأ معي، كيف يقرأ معك؟ بتحطيه بعدين بالدوري. لازم تكون قائد يا وليد. دكتور وليد واحدة من الشخصيات المريحة اللي لما واحد يتعامل معاها أو يتقرب منها يحبها بزيادة. الاختراع اللي جاي أعمله في نجوم العلوم هو عبارة عن نظارة منحطه على عين المريض ومنصور عن طريقها شبكية العين والأوعية الدموية في شبكية العين، والفيديو اللي بيطلع منحلله ومنقدر نعرف وقتيش هي الحالة الحرجة اللي موجودة في المخ. جهاز لازم يكون دقيق جداً جداً، منقيس حركة بالمايكروميتر. لو صار في نص مليمتر على جانب وطلعت عن الضوء اللي داخل في العين ما بشوف ولا شيء. ما في مشكلة ما إلها حل. بدور في الإنترنت، بتطلع على البحوثات، بتصل على الدكاترة الموجودين في ألمانيا، على إكسبرتس موجودين هان، بعمل فحص كمان مرة، بغير، أكيد في حل. عبود زبطت. أنت مخك بيشتغل بطريقة ثانية غير البشر. Whenever we speak with Walid, we leave him in the studio with some problem that needs to be solved. The next time you come back, most of the time the problems are solved already by him. This is very good. It looks like Walid just never gets tired. قاعدين منسابق بالوقت، والخوف إنه بكون في عنا مكنة جاهزة، المكنة بتتحرك، بتعمل صورة، بتعمل كل شيء، لكن مش قادر أحلل الداتا اللي طالع منها. هاي مشكلة كبيرة. أهلا وسهلا بيك، وسعيد أن نشوفك مرة ثانية من بعد كل الشهور والمجهود هذا. أبيك قول لي، لما بديت الرحلة هذه من الكاستنج وواجهت التحديات هذه، كيف حسيت من ناحية الإبداع والابتكار والاختراع؟ الرحلة اللي مريتها كانت رحلة كتير صعبة. كنت أنا متوقع جيب فكرة رح تعمل نظارة صغيرة، النظارة هذه هيك من شي شهر، شهر ونص كل شي بيكون مخلص وحتقدر تقيس وتساعد المريض وخلاص. وصلت للمرحلة هاي، وصلت للدوحة، بديت أبلش الشغل لحالي، شفت إنه في نقاط ضعف كتير بدها دراسة لسه أكتر من التخيلات. أنا طبيعتي متخيل، بتخيل حاجات إنه بدي أحللها وبدي أعملها وبدي أصلحها من هان لأسبوع بدها تكون جاهزة. عندي كان بلان، عندي سكجل، السكجل هذا بدي أمشي عليه، إذا ما مشي السكجل بعصب وبلاقي بلان بي على طول. فخشيت في المرحلة لقيت الإكسبرتس اللي موجودين معي، يعني شو هالحظ اللي موجود عندي. قد ما كان في عندي خبرة في البروغرامينج، قد ما لقيت إنه اللي أنا بعمله ما بحرك أدوبي ماتور، يعني أدوبي أقدر أحلل الإيمج، أخذ صورة. بلشت عندي مشاكل كتير. المشاكل الأولى كيف ألاقي صورة، كيف أدخل الضوء جوا العين، كيف بدي أخلي الصورة أوضح تكون من هيك، كيف أشيل الريفليكشن. مشكلة ورا مشكلة ورا التانية، والفريق اللي كان موجود عندي يدعمني كل يوم يجي بفكرة بحل تاني. استغليت طاقة كل شخص موجود عندي من الإكسبيرتس بأكثر من 100%، بحيث إنه عصرتهم عصر أخذ كل فكرة ممكن أطور فيها المشروع هذا يطلع مشروع
خيالي كبير. وصلت للجهاز، وصلت للنقطة اللي أنا كنت بدي من الجهاز، خلص وصلت إنه بدي أحلل الأوعية الدموية، لكن التحليل تبعها يكون مستوى عالي جداً، مش أخذ صورة وأقيسه خلاص، لا، لازم يكون حاجة على مستوى أتحدى فيها فعلاً، شركات أتحدى فيها كمان العالم. حسيت عندي أمل كبير طالما إنه الجوريس مبسوطين من أول البداية، من بداية اللقاء، معناته الشعور رح يكون كتير حلو، بس دائماً في مفاجآت. راحة نفسية على الآخر، صرت حاسس حالي أنا هلأ رايحين فاكيشن. دكتور زهير يحشره شوي. قلت بيرفكت 4 مرات. بيرفكت، طلع كمان بدويتش بيرفكت. بيرفكت؟ طبعاً بيرفكت. الجهاز أنا عامله بدقة كتير كبيرة، واثق من النتائج اللي رح تطلع. هذا الجهاز رح ينحط في المستشفى كلينيكال ديفايس، لازم يكون دقيق كتير. أنت بقى برأيك هذا البروتوتايب هلأ بالوقت الحالي بيرفكت؟ الجهاز بحالته اللي هي فيها هيك، مع الجهاز الكنترولر اللي بتحكم فيه في الماتورات وبتحكم في أخذ الصورة زي ما هو هيك، بقدر أبلش أعمل فيه ستدي. هل ده هو اللي كان براسك بالأول؟ أنا زي ما حكيت لك من ناحية خيالي كنت متخيل نظارة هيك تكون صغيرة تتركب هيك بالودن تروح يمين شمال. أنت خلتنا نتخيل هيك معك كمان. بالضبط، لكن خلينا نمشي مع الواقع. صح مش اللي بدي اياها العدسه اللي هالقد كانت، لكن هذا الجهاز اصغر جهاز في العالم ممكن يقيس الاوعيه الدمويه. يعني انت ساتيسفايد، انت مبسوط من ناحيه كتير كتير مبسوط. اوكي، واثق من نفسك؟ اكيد. انت بدك تحضر وتحط القطره في العين. انا شفت امثله اماكن اخرى ما في داعي يحطوا القطره بالعين. انا حرد عليك، ما بدي جواب منه. هيدا لو انا حديك الجواب. انا بحبهم التنين، الدكتور فؤاد والدكتور زهير لما يتقاتلوا مع بعض، لانه قتالهم هيك لذيذ، وهذا بده جهه الطب وهذا بده جهه الهندسه، وانا حابب اجمع التنين مع بعض. انا بدي اشوف مع زملائي نتيجه التحليل اللي صار مع اشخاص واقعيين، هذا هو الفحص الحقيقي. انت شفت نتيجه الفحص؟ طبعا ما شفت النتيجه، بس النتيجه ايش ما تطلع. لحظه شوي، ايش ما تطلع عم تقول؟ لحظه، اي بدي ادافع عن كل نقطه طلعت انا. طيب بقيس طالع النتيجه. ايه طيب ماشي، استنى النتيجه. في حاجه انت انا بقيس يعني حاجه فيزيولوجيكال، يعني انا ما بقيس حاجه هيك اطلع وتطلع جواب 1+1. بدك تقوس هيك؟ لا خلص، ما انطار النتيجه. طيب لانه النتيجه يمكن تكون مختلفه عن توقعاتك. راح ادافع عنها ان شاء الله. تفضل النتيجه. جهاز وليد يجمع بين فحص الشبكية والبرمجيات، ويبقى أمامه اجتياز الامتحان الأخير باختبار دقيق على مرحلتين. المرحلة التقنية وهي تصوير فيديو لشرايين شبكة العين. استعنا بثلاث متطوعين وصورنا عبر هذا الجهاز شبكية العين تبع كل متطوع، وتم اختيار هالمتطوعين بدقة كتير كبيرة لأنه مفروض أن يكونوا بصحة جيدة. بلش الريكورد. حصلنا على فيديو بجودة عالية كتير. المرحلة الثانية التفسير الطبي لصور الفيديو عبر تطبيق برمجي يحلل هذه الصور. حلل التطبيق صور فيديو للأصحاء الذين خضعوا للاختبار، وأخرى حصلنا عليها من ألمانيا لمرضى حقيقيين. ثم قارن أخصائي في الدماغ كافة النتائج للتأكد من دقة ابتكار وليد. Having worked in intensive care units for 35 years, I can tell you that's a major positive. Looking at the information provided to me, in normal people, the use of the camera gives a very specific signal. Best as I can tell, whatever analysis was being done on these patients in the intensive care unit, the results are definitely abnormal compared to people who do not have disease. I was very impressed. بدك تقوص عليهم؟ لا كل شيء تمام، انا كثير مبسوط. طيب شكرا وبالتوفيق. شكرا لك يا وليد، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. حياكم الله مجددا. المنافسه كانت قويه والثلاثه دافعوا بقوه عن مشاريعهم. مشترك واحد فقط للاسف سيغادر البرنامج، وهذه هي قوانين اللعبه. من سيتاهل لمرحله تقييم الاسواق؟ هل هو وليد؟ هل هو عبد الله؟ ام هي انا؟ الله العالم من اللي راح يغادر ومن اللي راح يبقى. أعضاء لجنة التحكيم تفضلوا بالتصويت. أنا قاعد أنافس على المركز الأول. اللي أكيد منه هو إنه وليد رح يقطع، فبحس المنافسة أكثر بيني وبين عبد الله.
دائما في مفاجآت، ما بقدر أقول إنه أنا متفائل كثير، لكن طالما البداية حلوة بتوقع بإذن الله إنه النهاية تكون برضو حلوة. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم. الأمور أصبحت محسومة، لكن هذا لا يعني إن الخارج منكم هو شخص لم يحقق الإبداع ولم يحقق الإنجاز الأكبر. هذه بالنهاية قوانين المسابقة. عبد الله، أنا، وليد، جاهزين لتلقي النتائج؟ نعم جاهزين. عندي احتمال كبير إني أفوز بصراحة، لكن ما بعرف النسبة المئوية شو راح تكون بالضبط. ما كنت أدرى عد البريدنج ريت، لأنه يمكن ضرب للمليون. المركز الأول ذهب لي وليد من فلسطين. مبروك يا وليد. أنا كتير 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 مبسوط. الواحد يأخذ المركز الأول في ستارز أوف ساينس في المرحلة هذه شرف كتير كبير.